رغبة كبيرة لتسجيل الأهداف. ليو جول 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 جول، يعطي كرة يا صنم. ميسي ميسي بأجمل أقدام، احكم بأحكامك يا ميسي. هذا المكان مكانك، وهذا الزمان زمانك. كور يا سيد العارفين، ابدع يا سيد اللاعبين. هو نجم الأرجنتين مع الموهبة الأرجنتينية، النجمة الذهبية، قمة الإبداع، قمة الإمتاع. منتهى الفرجة مع الأرجنتين يا عيني. شيء عجب شيء عجب، ميسي بكرة ضرب في شباك إنجليزية. مانويل بلغريني يتفرج في الأرجنتين يا عيني. لمسة سحرية عالمية من كوكب مغاير. ميسي ديما قادر على معانقة الشباك. يا برشلونة وثالث الوافدين على الدور الربع النهائي، وهذه كرة بالراس. جول 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 لفانسون كومباني، الترسانة الإنجليزية. ماذا يقول الحكم ستيفان لانوي؟ كومباني ليس متسلق، لكن هنالك لسكوت. هل هو على نفس الخط كومباني؟ هنالك لاعبين، لاعب واحد وسيرجي روبرتو تقريبا على نفس الخط مع فانسون كومباني. على مر على اليمين سيرجي روبرتو، ممتاز الكره لالكسي سانشيز، وهذه كره الثانيه. كره الثانيه كره الثانيه كره الثانيه. جول فعلا الكتالوني، فعلا البرازيلي. كره الابداع يا ساده، برشلونه بالانتظار كالعاده. هي الكره الكتالونيه بأقدام برازيلية لداني ألفيش. كرة ما ثماش انتظار في آخر المشوار، يرجع به برشلونة بسرعة جنونية ومضمونة. هذه هي اللقطة، إنيستا الفنان الرسام يعطي كرة، كرة الأمان لداني ألفيش اللي ينهي الحكاية بأجمل رواية في العمر كله. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والكلام أبلغ في بعض الأحيان، الصمت أبلغ من الكلام في بعض الأحيان.